بالتالي انا تمولا كل شويبة اه يا بي واش كنتش نحن يا بعضات كنا حيا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي أثاثيق أخوتنا، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم محل أثاثيق أخوي حليم. رانا متواجدين بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية بازا، رانا فاتحين 24 ساعة ورانا نستقبلوا مكالماتكم 24 ساعة. واليوم راه معايا الأخ حليم. خويا حليم واش راك؟ لاباس خويا سليم؟ ولا غير لاباس الحمد لله. خوتي خواتاتي عشاق أثاثيق كما عودناكم يوميا بالجديد محل ثقة، اليوم جبت لكم صالو ارك دي خرج الله يبارك خوتنا، وان شاء الله دوك نشرحوا لكم وطول رايكم خوتنا وكما عودناكم يومين بالجديد خويا سليم. دائما بالجديد خويا حليم بارك الله فيك. اليوم جبنا لكم لو صالون ارك، نحييو خونا فريد اللي راهو يدعمنا بلي صالون الاصليين، خونا فريد تحيه ليه اللي راهو يخدم لنا هذا التحف الفنيه. خوتنا قبل ما نعطي الكلمه للاخ حليم نذكركم بالموقع الرسمي تاع محل اثاثيقه 3w.mapdeconfiance.dz اللي رانا دايرينهم روميز سبيسيال. واش معناتها؟ معناتها تشري اي ارتيكل من الموقع الرسمي تاع محل اثاثيقه راح تحصل على تخفيض خاص على كل ارتيكل تشري. بعد خويا حليم نخلي لك الكلمه. بارك الله فيك خوتي خواتاتي كما عودناكم يوميا بالجديد، اليوم جبنا لكم من صالون ارك اللي هو كليك لاك اللي خرج قوه الله يبارك. وهذا واش نقول لكم خوتنا، حاجه من نوع رافع خوتنا، فيه 2 بلاس 3 بلاس و 1 بلاس 1 بلاس خوتنا، اضربوا عليه لمحه ودروك نشرحوا لكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي بعد ما ضربتوا عليه لمحة درك نشرح لكم هذا لو صالون ارك اللي خرج قوة الله يبارك. المطلة تاعو مخدومة بالتيتروت داخل بالوصول، هنا لي كودوار مخدومين بالبوائط، الخدمة متقونة الله يبارك خواتنا. شوفوا هنا لا كاركاس تاعو مخدومة داخل بالبواروش، المطلة بالتيتروت ولي بي تاعو مخدومين كاع بوائط خواتنا. شوفوا ونشكر خونا خونا فريد تحية كبيرة ليه، نشكر خونا فريد مدعم هذا الارك وهذا خوتنا 100% خوتنا من تاع خويا فريد في الاوريجينال، هذا حاجه من نوع رافع خوتنا. التذكير فقط خويا حليم هلا. هذا خونا فريد راهو من 1999 هو ينتج في هذا التحف الفنيه خوتنا كما راكم تشوفوا، يعني راهي حقبه من الزمن الله يبارك. بعد ما نقول لكم خوتنا تفضل خويا سليم، بعد ما نقول لكم المطلع تاعو مخدومه بالديترونت داخل مخدوم بالروسون ولا غارونتي تاع المطار نعطيكم 5، هذه حاجه معروفه بين محل اثاثيقه خوتنا. بعد ما شفتوا لو هذا كليك لاك خويا حليم التذكير فقط خلينا لهم هكذا باش يعرفوا بلي هذا لو راهو كليك لاك، فتحنا لكم خوتنا باش تشوفوه مليح. هاولي لو صالون تاعك كيفاش كيكون مفتوح، يعني حاجه الله يبارك يجيك ضيف كامل ما تحيرش فيه خوتنا، حاجه صغير ولا كبير خوتنا. دوك نروحوا لو كوفري تاعو اللي خرج قوة الله يبارك خوتنا، شوفوا الخدمة الداخل ولا فينيسيو هنا مخدوم كاع بوروج الداخل الكوفري راه سيباري خويا سيباري بيان سور، يعني يرفد خير وبركة خويا الله يبارك حاجة الله يبارك. والمرفع تاعو سواء في الظهر ولا في القاعدة تاعو مخدومة بالديترونت، هاي لكم خوتنا تسمى المطلة وظهرهم كامل بالديترونت خويا بالديترونت. لي جيتي تاعو مخدومين بلاوات، حاجة من نوع رافع خوتنا. كيما قلنا لكم لا كاركاس هنا مخدومة كاع بوائط، لي بي تاعها جاي بالفلاباج سي بي طومات، يعني خدمة متقونة متقونة الله يبارك خاوتنا. هذا الصالون اللي درنا فيه دو كولر، خدمناه بالبيج وخدمناه بالكروندا خاوتنا، حاجة من نوع رافع خاوتنا. اي بلاص تاعو كذا وما فيه، هنا خدمناه بالكودوار فيه قاعدة مريحة توجور المنطقة تاعو تخدم بالديترونت. هنا لي بي تاعو مخدومين كاع بوائط، حاجة الله يبارك خوتنا خوتنا. إن شاء الله هذا لو صالون ارك اللي هو معروف في محل أثاثيقة، ولي كولر لي شوا ليكم أي كولر تعجبك في محل أثاثيقة حنا نوفروها لكم إن شاء الله خوتنا. وها التي سي تاعو ودوك خويا سليم يزيد يشرح لكم خوتنا. الألوان راهم ديسبونيبل هنا بمحل أثاثيقة خوتنا، فهاد لو صالون لي كولر راهم بزاف ديسبونيبل خوتنا. حبيت نلمح لكم
انا عفسه مهمه خاوتنا كيما راكم تقراو هنا راكم تقراو 420 جي اس ام يعني الناس اللي تخدم ب 120 150 حنا رانا نخدموا ب 420 جي اس ام يعني الخشانه تاعو يعني العرض تاعو ولا الخشانه تاعو راهي 420 خاوتنا يعني حاجه الله يبارك كيما قلت لكم الناس راهي تخدم ب 120 150 حنا رانا نخدموا ب 420 جي اس ام. حاجه اخرى ثانيه حبيت نلمح عليها انه هذا الصالون فيه 40000 قاعده 40000 خطره وانت تريح عليه يعني يدوم لك تقريبا 5 سنوات. حاجه الله يبارك خواتنا كيما راكم تشوفوا فيها حاجه ما شاء الله. اثاث الثقه راهي معروفه اخويا حليم تجيب غير الحاجه الجديده والحاجه المليحه والحاجه اللي ترضي الزبائن تاعنا ولا واش قال خويا حليم. الله يخليك خويا سليم. وكما قلنا لكم خواتي خواتاتي اي الكولاله تعجبك احنا ان شاء الله نكونوا على حسب الظن تاعكم خواتنا. هذا ميكري كلاك الاصلي خواتنا بعد ما نوري لكم الدو تاعو في واحد الفيديو احنا جبنا لكم الاصلي باش نكونوا على حسب الظن للجميع. واش نقول لكم خاوتنا ان شاء الله يكون نال الاعجاب والسعر تاعو خاوتنا انا دايرو 16800 بالنقد والتركيب على 58 ولايه. خاوتنا واش نقول لكم ان شاء الله زورونا في المحل وتشوفوا هذا كيك راك اللي خاص قوه الله يبارك والسعر تاعو 16800 بالنقد حتى الباب الدار على 58 ولايه. خاوتنا واش نقول لكم انا نقول لكم بعد الكلام نقول لكم سلام. بارك الله فيك الاخ حليم. خاوتنا كيما كنت تسمعوا السعر تاع هذا الصالون 16 مليون ويسون بالنقل 58 ولايه. النقل راهو يشمل 58 ولايه وراهو مجانا خاوتنا. اللي حاب يحجز ولا يستفسر يتصل بنا على الارقام اللي راهي ظاهره في الاطار الاحمر. اثاث الثقه دائما في خدمتكم اثاث الثقه دائما متالقه بكم خاوتنا. ما بقى لنا غير نقول لكم تهلاو في روحكم سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتنا مرحبا بكم معنا.